ارتفع عدد شهداء الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 9 فلسطينيين، إضافة إلى العديد من المصابين ومن بينهم حالة خطيرة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى. واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، مما أدى لإصابة أطفال بحالة اختناق.